الميكانيزم بتاع تأثير التمبريتشر على التستس، يا إما دايركت افكت يا إما اندايركت افكت. دايركت افكت عن طريق إن بيحصل دايركت ديستربنس للثيرمو ريجيولاتوري ميكانيزم بتاع التستس، أما الاندايركت عن طريق إن هو بيحصل ديكريز للسنسيتيفيتي بتاع التستس للجونادوتروبين. تاني حاجة بيقل الليفل بتاع الثيروكسين هرمون في البلد، وبالتالي بيقل الميتابوليزم وبيقل الميتابوليك اكتيفيتي بتاع التستس. تالت حاجة ان بيقل الليفل بتاع التستوستيرون هرمون في البريفرال بلد او بريفرال سيركيوليشن. تستيكولار ديسنت، عملية تستيكولار ديسنت من الصهد بتاع الامبريونيك اوريجين من الكودو ميديا للكدني للسكروتوم. ده بيتم ازاي؟ بيتم عن طريق 3 حاجات. اول حاجة بيحصل ديسند للجوبرنيكيولم تيستس اللي هو الانجوينال ليجمنت اللي ماسك التيستس. تاني حاجة بيحصل ديفلوبمنت للفيزرا، بتزيد السايز بتاع الفيزرا فبيزيد الانترنال ابدومينال بريجر بتاع الفيتس، وبالتالي بيضغط على التستس بيخليها تنزل. تالت حاجة اللي هو الاندروجين هرمون والديسندن هرمون. لو التستس نوت ديسند الحيوان ده بنسميه كريبتور شيد انيمال. الاسكروتم، الاسكروتم هو عبارة عن باي لوب ساك، يعني 2 ساك ولكن متقسمة لجزئين، كل ساك فيهم فيها تستس وفيها ابيديدمس وفيها الديستال بارت بتاع السبرماتيك كورد. الاسكروتم ده الكيس ده بيتكون من ايه؟ بيتكون من السكين اللي هو الطبقة الخارجية، ويبقى ده فاين وسن. تاني طبقة بتبقى تونيكا دارتوس وفيها السموث ماسل فايبر. تالت طبقة اللي هو السبرماتيك فاشيا. رقم 4 التونيكا فاجينالز. خامس حاجة من جوه اللي هي الاكسترنال كريماستريك ماسل. الوظيفة بتاعة الاسكروتم ان هي بتعمل بروتكشن وسبورت للتستس. تاني حاجة ان هو مسؤول عن الثيرمو ريجولاتوري ميكانيزم بتاع التستس. يعني ايه؟ يعني بيحافظ على التستس تبقى درجة حرارتها اقل من درجة حرارة الجسم، وده بيتم عن طريق 4 فينومينا. اول حاجة اللي هو الماسكولار فينومينا، بسبب وجود بعض العضلات جوه الطبقات الاسكروتم زي الاكسترنال كريماستريك ماسل والسموس مصر بتاع التونيكا دارتوس، الاتنين بيعملوا على تنظيم درجة حرارة التستس. يعني في في الجو اما يكون هوت او حر بتبعد التستس، يحصل لها ريلاكسيشن للعضلات دي وبالتالي تبعد الاسكروتم عن درجة حرارة الجسم. لكن في الجو اما يبقى كولد يا تعمل ريتراكشن للاسكروتم والتستس ناحية جسم الانيمال. تاني حاجة اللي هي السيرفس فينومينا، ان السطح بتاع الاسكروتم لما في الصيف بيحصل له ريلاكسيشن فبتزيد مساحة السطح بتاع الاسكروتم، في الشتاء بيحصل لها شرينكج وبالتالي بيحصل ديكريز في مساحة السطح بتاع الاسكروتم. تالت حاجة الجلاندولار فينومينا او الايفابوريتيف فينومينا، ان الاسكروتم السطح بتاعه بيحتوي على عدد كبير من السويت جلاند، وده مع وجود الاير ويف بيعمل ايفابوريشن وديكريز للتمبريتشر بتاع الاسكروتم. رقم 4 اللي هو بامبيني فورم بليكسس او الفاسكولار كاونتر كارنت فينومينا. البامبيني فورم بليكسس ده بتتكون من الاسكروتال فينس بليكسس والتستيكولار فين والتستيكولار ارتري. التلات حاجات دول بيحملوا ترانسفير للهيت من الارتري للفين، وبرضو بيقللوا درجة حرارة البلد اللي داخل جوه التستس. السبرماتيك كورد بيتكون من التستيكولار ارتري والتستيكولار فين والليمف والنيرفز وباندلز من السموث ماسل فايبر والدكتس ديفرنس. هو عبارة عن دكت بتوصل ما بين الانجوينال رينج والهيد بتاع التستس. اللينس بتاعه بيعتمد على البوزيشن بتاع التستس، والهيد
والمسافة ما بين التستس والانجوينال ري. بيكون شورت في الهورس، بيكون لونجر في البول بسبب البنديولاس سكروتم، وبيكون لونجست في الدوج والبيج بسبب الكودال بوزيشن بتاع السكروتم. تاني جزء اللي هو الابيديدمس. الابيديدمس ده عبارة عن هايلي كونفوليوتد تيبيول كونكت بين الافرنت داكت او الفاز افرنت اللي خارجة من التستس والفاز ديفرنت اللي هي الانبوبة اللي خارجة من الابيديدمس، وبيتكون من الهيد اللي هو الكابت والبودي اللي هو الكوربس والتيل اللي هو الكودة. الوظيفه بتاع الابيدنز اول حاجه اللي هو ترانسبورتيشن للسبرماتوزوا، بتعمل ترانسبورتيشن من الريتا تيستس اللي هي المنطقه النص بتاع التيستس والفاز افرنت للدكت بتاع الابيدنز، وبعد كده يروح للفاز ديفرنت. الترانسبورتيشن ده بيتم عن طريق او بواسطه البريجر نتيجه للبرودكشن بتاع النيو سبرماتوزوا، وكمان الفلوه بتاع التستيكولار فلويد اللي هو الريتا فلويد. تاني حاجه كونتراكشن للمايويد سيل اللي محاطه في بالسيمينيفروس تيبيولز اللي موجوده في البيزمنت ممبرين بتاع التستس، كمان الكونتراكشن بتاع التستيكولار كبسول. كمان الترانسبورتيشن بيتم عن طريق الكاينوسيليا او السيليا لايننج الابيديدمال دكت والبريستالات الكونتراكشن بتاع السموث مسل فايبر، وكمان النيجاتيف بريجر او الساكلينج فورس نتيجه للبريستالات الكونتراكشن بتاع الفاس ديفرنس واليوريثرا. بعد كده الكونسنتريشن. الكونسنتريشن ان الاسبرماتوزوا بيبقى له دور في التركيز السبرم والفلويد اللي خارج من التستس، فبيبقى دايليوشن شوية ما بيبقى خارج من التستس، بيبقى تركيزه 100 في 10 أس 6. لما بيخش الاسبرماتوزوا بيحصل ابسوربشن لجزء من الفلويد وبيحصل له كونسنتريتد لحد ما يوصل ل 4 في 10 أس 9. 90% من الفلويد اللي بيخرج من التستس بيحصل له ابسوربشن في الهيد بتاع الابيديدمز مينلي، وجزء في البودي. كمان الابيديدمز بيبقى له دور في الماتيوريشن بتاع السبرم. السبرم اللي بيبقى خارج من التستس بيبقى نان مطيل ونان فرطيل، اما بيخش الابيديدمس بيبقى له دور ان هو بيكمل عملية الموتيلتي والفرتيلتي بتاع السبرم سيل، عن طريق ان بيعمل مايجريشن للبروتوبلازميك دروبلت اللي هي البقايا بتاع السيتوبلازم نتيجة للمورفولوجيكال ميتامورفوزس بتاع السبرم اللي بتتكون وبتترسب على التيل بتاع السبرم. بيحصل لها مايجريشن من الميد بيس للديستال بورشن بتاع التيل لحد ما تسيب خالص او يحصل لها لوس من السبيرم تيل. البروتوبلازمك دروبلت او الكاينوبلازمك دروبلت دي الانديكيشن بتاعتها ان السبيرم لو نسبتها زادت عن ليميت معينه عن 2 لـ 3% من الشريحه اللي احنا بنفحصها، يبقى دي انديكيت ان السبيرم ده اماتيور وكمان لو فيرتلايزنج كاباسيتي. لو نسبتها زادت دي بتدي انديكيشن لان في مشكله في الابيديدمز ما امشي بالوظيفه الطبيعيه بتاعته اللي هو كومبليت ماتوريشن للسبرم سيل، فبيبقى في مشكله في الابيديدمال، بيبقى في ابيديدمال ديفكت او في اي باثولوجيكال كونديشن في الابيديدمز او اوفر يوز للميل. كمان الابيديدمز له وظيفه كبروتكشن للسبرم، بروتكت للسبرم بيمنع الاجلوتينيشن او كلوتنج للسبرم سيل مع بعضها عن طريق ان هو بيخلي في نيجاتيف الكتريك تشارج ما بين السبرم سيل وبعضها، وكمان بيغطي السبرم سيل بطبقه من اللايبوبروتين شيز. الوظيفه اللي بعد كده هي الاستورج. الابيديدمس بيبقى له القدرة ان هو يخزن السبرم سيل لفترة طويلة ممكن توصل لحد 60 يوم بسبب
قدرته ان هو بيعمل بريزيرف للسبيرم فيابيليتي، فبيخليه ام ان اكتيف ميتابوليك او ميتابوليك ان اكتيف، يعني بيخلي السبرمات متخزنه في صوره خامله، مش شغال او مش اكتيف. بسبب وجود ايه؟ بسبب وجود لو اكسجين تنشن وهاي سي او 2 ولو بي اتش ولو تمبريتشر وكمان الاوفر كراودنج. كل دي العوامل بتساعد على الوظيفه بتاع الاستورج للابيدنس. كمان سبب العوامل اللي بتساعد على وظيفه الابيدنس كستورج للسبرم سيل الهاي فيسكوستي، الابسنس للنيوتريشن او النيوترانت ماتيريال، ريتشيو الافيشنت بتاع الليمفاتيك درينج، الصوديوم والبوتاسيوم ريتشيو بتكون متعادل ما بينهم، النسبة ما بينهم. الإبيديدمس كمان بيفرز مادة اسمها الإموبيلينا اللي هي بتكون لها هاي موليكولار ويت جلايكوبروتين، دي كمان بيبقى لها دور ان هي بتزود الفيسكوستي وبتقلل السبيرم موتيليتي جوه الإبيديدمس. كمان الإبيديدمس له قدرة على الاستورج كاباستي بتوصل لأكتر من 61 بليون سبيرم. والمين سايت للستورج هو الكودال ايبيدنس او الجزء الاخير من الايبيدنس. المين ستورج سايت في البول وفي البك هو التيل، ولكن في الكامل المين ستورج سايت هو البودي. كمان من الوظيفة بتاع الإبيدنز اللي هو برودكشن لبعض السبستانس زي الجليسرايل فوسفورايل كولين اللي ما بتعملش الوظيفة بتاعتها إلا لما السبيرم سيل يخش في الفيميل ريبرودكتيف سترينج. كمان بيفرز البوتاسيوم والفوسفورس والكارنيتين اللي بيبقى له دور في السبيرم ماتوريشن. في الاستاليون بيفرز مادة اسمها الاندروجين ديبندنت بروتين ماتوريشن فاكتور اللي بيبقى له دور في السبيرم كابستيشن برضو جوه الفيميل تري. الوظيفة اللي بعد كده ان هو بيعمل absorption او phagocytosis للديد سبيرم او unused سبيرم بعد 60 يوم. كمان بيبقى له دور في النيوتريشن بتاع السبيرم عن طريق السبستانس اللي بيفرزها زي البروتين والصوديوم والبوتاسيوم والكلورين والفوسفرس والجليسرايل فوسفرايل كولين. الفيتا او المصير بتاع الان ايجاكيوليتد سبرماتوزوا في البول والرام والرابت والهيومن بيحصل له ريزوربت في الاكسكرنت داكت سيستم. في الاذر سبيشيز بيحصل له ليكويفاكشن او فاجوسايتوزس. في السيكشوال ريست بيحصل له او بينزل مع اليورين زي في الرام. احنا اتكلمنا عن الاكسترنال بارت بتاع الميل جينيتال سيستم اللي هو السكروتم والتستس والابيدنس. بعد كده هنتكلم عن الانترنال بارت. الانترنال بارت الضغط اللي بتخرج من الابيدنس اللي بنسميها الضغطس ديفرنس او الفاس ديفرنس والامبولا ضغطس ديفرنس. الوظيفة بتاعتها ان بتعمل ترانسبورتيشن للسبرماتوزوا، بتعمل بارشيال ستورج للسبرماتوزوا في الامبولا داكتس ديفرنس لمدة 3 ايام او 72 ساعة. كمان بتفرز الفركتوز والستريك اسيد وبعض الامينو اسيد في البول والرام والباك. وبتفرز حاجة مميزة في الاستاليون اللي هو الارجوسايونين، ده عبارة عن امينو اسيد وذ سلفر جروب. كمان بيبقى لها رول في الإيجاكيوليشن عن طريق الكونتراكشن بتاع السموث مصل فايبر اللي موجودة فيها وسكريشن لليبوكروم بيجمنت اللي هو مسؤولة عن اليلو كولر بتاع السيمن. الأمبولا داكتس ديفرنس دي بتبقى أبسنت في البور والتوم كيت. تاني حاجة من الانترنال بارت اللي هو الاكسسوري سيكس جلاند. اول حاجة اللي هو الفيزيكولار جلاند او السيمينال فيزيكل. الفيزيكولار جلاند دي بتساهم باكتر من 50% من السيمينال بلازما في البول، اما في البور بتساهم اونلي ب20%. بتفرز مواد زي الفركتوز والستريك اسيد في الرومينانت، ستريك اسيد في الاستاليون. كمان بتدي او بتحتوي على هاي كونتنت من الارجوسايونين والانيسيتول في البور
فوسفات وكربونات بيبقى لهم دور في كبافرنج ايجنت او ادجاست للبي اتش. كمان بتكون الجل فراكشن في الاستاليون وبتفرز الرايبوفلافين بيجمنت اللي هو فيتامين بي 2 يلو كولر. يبقى مهم ان احنا نعرف ان الارجوسايونين في الاستاليون كان خرج من الامبولا دكت زفرنت، اما في البور كان خرج من الفيزيكولار جلاند. الفيزيكولار جلاند ابسنت في الكامل والتوم كات والدوج، وهي بتعتبر هي اللارجست جلاند في البول. المين شوجر في البول سيمن بيكون الفركتوز، في البور السوربيتول، الاستاليون بيكون الشوجر اللي موجود الجلوكوز. كمان من الوظيفة بتاع الإبيدنز اللي هو برودكشن لبعض السبستانس زي الجليسرايل فوسفورايل كولين، اللي ما بتعملش الوظيفة بتاعتها إلا لما السبيرم سيل يخش في الفيميل ريبرودكتيف تراك. كمان بيفرز البوتاسيوم والفوسفورس والكارنيتين اللي بيبقى له دور في السبيرم ماتوريشن. في الاستاليون بيفرز مادة اسمها الاندروجين ديبندنت بروتين ماتوريشن فاكتور اللي بيبقى له دور في السبيرم كابستيشن برضو جوه الفيميل تراك. الوظيفة اللي بعد كده ان هو بيعمل absorption او phagocytosis للديد سبيرم او الانيوزد سبيرم بعد 60 يوم. كمان بيبقى له دور في النيوتريشن بتاع السبيرم عن طريق السبستانس اللي بيفرزها زي البروتين والصوديوم والبوتاسيوم والكلورين والفوسفرس والجليسرايل فوسفرايل كولين. الفيتا او المصير بتاع الان ايجاكيوليتد سبرماتوزوا في البول والرام والرابت والهيومن بيحصل له ريزوربت في الكرنت داكت سيستم. في الاذر سبيشيز بيحصل له ليكويفاكشن او فاجوسايتوزس. في السيكشوال ريست بيحصل له او بينزل مع اليورين زي في الرام. احنا اتكلمنا عن الاكسترنال بارت بتاع الميل جينيتال سيستم اللي هو السكروتم والتستس والابيدنس. بعد كده هنتكلم عن الانترنال بارت. الانترنال بارت الضغط اللي بتخرج من الابيدنس اللي بنسميها الضغطس ديفرنس او الفاس ديفرنس والامبولا ضغطس ديفرنس. الوظيفة بتاعتها ان بتعمل ترانسبورتيشن للسبرماتوزوا، بتعمل بارشيال ستورج للسبرماتوزوا في الامبولا داكتس ديفرنس لمده 3 ايام او 72 ساعه. كمان بتفرز الفركتوز والستريك اسيد وبعض الامينو اسيد في البول والرام والباك. وبتفرز حاجه مميزه في الاستاليون اللي هو الارجوسايونين، ده عباره عن امينو اسيد وذ سلفر جروب. كمان بيبقى لها رول في الإيجاكيوليشن عن طريق الكونتراكشن بتاع السموث موسل فايبر اللي موجودة فيها وسكريشن لليبوكروم بيجمنت اللي هو مسؤولة عن اليلو كولر بتاع السيمن. الأمبولا داكتس ديفرنس دي بتبقى أبسنت في البور والتوم كيت. تاني حاجة من الانترنال بارت اللي هو الاكسسوري 6 جلاند. اول حاجة اللي هو الفيزيكولار جلاند او السيمينال فيزيكل. الفيزيكولار جلاند دي بتساهم باكتر من 50% من السيمينال بلازما في البول، اما في البور بتساهم اونلي ب20%. بتفرز مواد زي الفركتوز والستريك اسيد في الرومينانت، ستريك اسيد في الاستاليون. كمان بتدي او بتحتوي على هاي كونتنت من الارجوسايونين والانيسيتول في البور. فوسفات وكربونات بيبقى لهم دور في كبافرنج ايجنت او ادجاست للبي اتش. كمان بتكون الجل فراكشن في الاستاليون وبتفرز الرايبوفلافين بيجمنت اللي هو فيتامين بي 2 يلو كولر. يبقى مهم ان احنا نعرف ان الارجوسايونين في الاستاليون كان خرج من الامبولا دكت زفرنت، اما في البور كان خرج من الفيزيكولار جلاند. الفيزيكولار جلاند ابسنت في الكامل والتوم كات والدوج، وهي بتعتبر هي اللارجست جلاند في البول. المين شوجر في البول سيمن بيكون الفركتوز، في البور السوربيتول، الاستاليون بيكون الشوجر اللي موجود الجلوكوز.
الجلاند التانية اللي هي البروستيت جلاند. البروستيت جلاند دي بتساهم بنسبة صغيرة في السمنة البلازما حوالي 20%. طبيعة السكريشن بتاعتها بتبقى فيسكاس والكلاين، بتفرز او بتبقى مصدر للسبرم انتي اجلوتينين اللي هي المادة اللي بتمنع ان يحصل اجلوتينيشن للسبرم سيل مع بعضها. كمان الفلويد بتاعها بتحتوي على بعض الان اورجانيك ايونز اللي هي بتعتبر كبفر زي الصوديوم والكلورايد والكالسيوم. الفلويد بتاعها بتحتوي على مادة اسمها البروستاسوم، ده بيبقى انتيبيوتيك لايك سبستانس، سبرمين بكتيريوستاتيك، والبروتيز انزيم اللي هو يعمل ليكويفاي للسيمن. كمان السكريشن بتاع البروستيت جلاند بتبقى مسؤولة عن السيمن اودر. كمان الليفل بتاع الستريك اسيد اللي بيخرج من البروستيت بيبقى مهم في الهيومن سيمن، لان هو بيبقى له دور ان هو بيعمل مينتننس للاوزموتيك اكوليبريم بتاع السيمن، وبالتالي بيحافظ على الممبرين مورفولوجي والفانكشن للسبرماتوزوا. كمان في حاجة اسمها الستريك اسيد تيست، وده بيبقى تيست بيستخدم في السيس للدايجنوزس والمانجمنت بتاع الميل انفيرتيليتي. طيب في جزء مهم اللي هو البوست سبيرم فراكشن اللي هو الجزء الاخير من الايجاكولات، بيتكون من لي في الاستاليون من السيمينال فيزيكل، بيتكون في البور من البالبو يوريسرال جلان، بيتكون في الدوج والبول والهيومن من البروستيت جلان. التالت جلاند بقى اللي هي البالبو يوريثرال جلاند او الكوبرز جلاند. دي الجلاند دي نوت كونتريبيوت في السمنة البلازما، ما بتساهمش في الفلويد بتاع اللي بيبقى موجود في السيمن اللي هو السمنة البلازما ما عدا البور. في البول بيخرج فلويد منها قبل الايجاكولات، بيعمل فلاشنج لليوريثرا من بقايا اليورين او اي دبرس، بينظف التيوب قبل ما يخرج الايجاكولات او السيمن. اما في البور بيتكون الجيل لايك فراكشن او البوست سبيرم فراكشن اللي هو الجزء الاخير من الايجاكولات اللي هو بيكون جيل لايك. اما في الاستاليون السكريشن بتاع الجلاند دي بتبقى طبيعتها ووتري، وبتبقى معاها صوديوم كلورايد، واللي هو بيبقى عباره عن البري سبيرم فراكشن او الجزء الاولاني قبل الايجاكولات. البالبو يوريثرال جلاند دي بتعتبر اللارجست جلاند في البور، وبتبقى ابسنت في التوك. في حاجه اسمها البيولوجيكال بايو ماركر للاكسسوري سكس جلاند، يعني العناصر او المواد اللي احنا لما نلاقيها نعمل لها ديتكشن ونلاقيها بليفل معينه في السيمن نعرف ان الجلاند ديت بتقوم بوظيفتها بصوره كامله. ان الزنك مثلا هو عبارة عن البيولوجيكال بايو ماركر للفانكشن بتاع البروستيت جلاند. الفركتوز برضو بيعتبر بيولوجيكال بايو ماركر للفانكشن بتاع السيمينال فيزيكل. الكارنيتين ده بيدي انديكيتور للفانكشن بتاع الابيدرمس. الجزء الخارجي برضو من الجينيتاليا اللي هو البينس والبريبيوس، في حاجة اسمها الاريكشن. الاريكشن ده عبارة عن اكستنشن للترجيديتي بتاع البينس، يعني زيادة في الطول والسترينس بتاع البينس، وده سببه جريت انفلو زان الاوت فلو بتاع البلد، بيزيد الضغط بتاع الدم وكمان بيزيد البريجر جوه البينس، وده نتيجة ان بيحصل بازو دايلتيشن للارتري اللي موجودة في البينس. البينس بتاع الرومينانت والسواين او البيج بيتميزوا ان في سيجمويد فليكتشر، في حته متنيه كده، وما بيحصل اريكشن بيحصل ريلاكسيشن او فرد للسيجمويد فليكتشر دي. اما الهورس والدوج اما بيحصل اريكشن ما بيزيدش اللينس، ولكن ما بيزيدش اللينس بالدرجه بتاع الريلاكسيشن بتاع السيجمويد فليكشر، لان هنا في الهورس والدوج ما فيش سيجمويد فليكشر، ولكن الاريكشن هنا بيبقى زياده في الحجم واللينس بدرجه بسيطه بتاع البينس بتاع الهورس والدوج، نتيجه ان طبيعه التيشو اللي موجوده في البينس هنا هو كافيرنس تيشو، فبيتنفخ بالبلط فبيزيد في السايز وبيزيد في اللينس بدرجه بسيطه.
طيب اخر حاجة هنقولها ان في تعريفين ورا بعض كده، اللي هو الاميشن والايجاكوليشن. الاميشن هي عبارة عن الحركة بتاع التستيكولار فلويد along الدكت زفرس ديفرنس من التيل بتاع الابيدرمس للبلفيك يوريثرا، اللي هو الجزء الاولاني بتاع اليوريثرا، عشان يبتدي يحصل ميكس للسكريشن ده مع السكريشن بتاع الاكسسوري جلاند. اما الجزء الثاني اللي هو الايجاكيوليشن، هي باقي الحركه بتاعه الاميشن، هي الموفمنت بتاع الفلويد بقى من البلفيك يوريثرا للبنايل يوريثرا لحد ما يخرج من البينس خالص.